حياكم من جديد مشاهدينا، ونروح معاكم لفقرة أخبار ومنوعات حلقة اليوم. وأول خبر لمكافأة للغش التجاري، منحت وزارة التجارة السعودية أحد المواطنين مكافأة مالية قيمة جدا بعد إبلاغه عن حالة غش. وقالت الوزارة أن عبد الرحمن حصل على مكافأة في إحدى المناطق بالمملكة بقيمة 50,000 ريال بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري، وهي جزء من مكافآت قيمتها 123,000 ريال تم منحها ل 19 شخص أبلغوا عن حالات غش تجاري. خلونا نتابع هذا المقطع ولنا عودة. السلام عليكم الأستاذة أمل، معك وزارة التجارة. حبينا نبلغك بأن لك مكافأة نظير بلاغك عن مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. أستاذ عبد الرحمن، احنا بس حبينا نبلغك أنه هذا البلاغ التجاري الحمد لله صدر عليه حكم قضائي، والحكم القضائي صدر بموجبة غرامة على المخالفين، وهذا الغرامة تستوجب لك مكافأة 50,000 ريال. أنا كنت مبسوط جدا جدا من ردة الفعل السريع، وانصدمت من سرعة التجاوب. يعني بلاغي ذاك اليوم في كان المنشأة ما أخذ نص ساعة. الله يعافيهم على سرعة الاستجابة، ما توقعت إنه يعني أحد يستجيب، يعني حتى كلموني وكل شيء. الله يعافيهم. أنا أشعر كمستهلك لما أتي إلى وكالة سيارات أو منشأة تجارية الحق بإذن الله محفوظ، وهذا الشيء يعني صراحة يبشر بالخير. أنا بلغت عن غش في أسطوانات الغاز وإعادة تعبئتها. بلغ وزارة التجارة عن منتج الصلاحية. بيع بنزين مغشوش. بلاغ تجاري بالإبلاغ عن منشأة تجارية في منتج تجاري لها مغشوش أو متحايل في بلد الوسطى. كفو والله وتستاهلوا فعلا هذه المكافآت. ولا وصيكم، أي شخص يشوف غش تجاري على طول اتصلوا وسارعوا بالإبلاغ عن هذه الحالات عشان نعيش بدون أي غش تجاري مستقبلا. يعطيهم ألف عافية أكيد وزارة التجارة السعودية على كل ما يقدمونه للمواطن والمقيم. خلونا نروح لخبرنا الآخر ومسار رالي داكار. رالي داكار هو حديث العالم بعد انطلاقه مؤخرا من مدينة جدة، حيث يمر في مسار يبدأ من مدينة جدة ثم إلى بيشة ووادي الدواسر، ويمتد المسار إلى الرياض وبريدة وحائل قبل أن ينتقل إلى سكاكا ونيوم ثم العلا وينبع والوصول مرة أخرى إلى مدينة جدة. نحن إن شاء الله في الفترة القادمة راح نتابع معهم آخر الأخبار في رالي داكار ونقول لكم إياها أول بأول، وأقولها كمان اليوم بالتوفيق لجميع المشاركين في رالي داكار. إلى خبرنا الأخير، والباصات الصفراء لم تتغير. من فيكم يذكر باصات المدرسة، النقل المدرسي الصفراء الكبيرة؟ أول ظهور للباصات الصفراء المخصصة كحافلات مدرسية كان في عام 1939، ورغم مرور 80 عام تبدو حافلات المدارس الحديثة شبيهة إلى حد كبير بالنسخة القديمة. طبعا هذه الباصات أكثر أمان للوصول إلى المدارس بنحو 70 مرة، ولكنها رغم ذلك تعتبر وسيلة المواصلات من السيارات. أكثر التغييرات اللي تمت في هذه الحافلات كانت بداخل الحافلة وليس خارجها. والله ذكريات يا جماعة، من زمان متى؟ من 10 سنين يمكن. عموما كانت هذه آخر أخبارنا لليوم.